استاذ محمد برحب بيك. سلام، انا برحب بيك ومش عارف اقول لك ايه بصراحه. انت عشت عمر وزميلتك فتره مهمه جدا من حياتنا المهنيه في مجال الرياضه في النهار، وكنت فيها السند وكنت فيها الداعم، انت وصديق العزيز ايهاب جلال اللي انا دايما بفتكر له كل خير، وكان له دور كبير جدا في مساندتي ايام ما كنت شغال في النهار وحتى بعض قناه النهار. لكن انت وايهاب بقى بعتوني بعد كده لما رحت قناه تاني، بس ملحوقه ان شاء الله. لا ان شاء الله. انما عايز اقول لك انت كنت صديق عزيز شاطر مهني، ما بتحبش تطلع بره اطار شغلك، ودي حاجه كانت مميزه جدا فيك. طبعا انا بشكرك انك بتتكلم عليا وبتدعمني بعد فتره، انا طبعا سعيد بمكالمتك دي، وان ده بتدل على انك انسان محترم بتقدر كل زمايلك اللي اشتغلت معاهم في مهنه الرياضه. واسمح لي كمان ارحب بدهب الجميل كابتن مصطفى ابو الدهب. مبروك يا حبيبي. يا دهب وحشني والله، وانت كمان يا نجم ترول يعني النساوي. ترجع تنور، يعني ترجع تنور تاني يا عباس. الحمد لله. بس هاخدك بقى من لسان صادق عشان ما تطلعش معاه. يعني لا والله انتوا، عايز اقول لك على حاجه، برنامج البريمو هو فعلا بريمو بناسه، بريمو بضيوفه، بريمو بارائه، بريمو بطروحاته اللي انت دايما بتتكلم عليها الانفرادات. يعني مثلا لسه اهو مكالمه اخويا اسلام صادق بيتكلم على رمضان صبحي، او كلام كتير بيتقال في كل الدنيا، لا هو راح للمصدر نفسه، اتكلم مع المصدر، خد وجهه نظره وعرضها وطرحه. هو ده الاعلام، طرح رؤيه الاخر او تبني فكره الاخر. اعتقد ان ده يعني شايفه في البرنامج بتاع كل عمل، رغم ان نقدر نقول ما عندكوش حقوق وما عندكوش اي حاجه، بس بتعملوا حاله من التوهج، حاله من المشاهده، حاله من الاداء الرائع والتحليل الفني، ودايما سابقين. عباس انا مش عايز اقاطعك عباس، بس انت قلت كلمه حلوه قوي على فكره. احنا طول عمرنا بنشم يبقى عندنا موهبه كبيره. صح. احنا بنتمنى يبقى عندنا موهبه زي صلاح. صح. دي نشوف. صح. صلاح تاني الناس تتفرج عليها. رمضان صبحي يجب الحفاظ عليها يا عباس. انا عايز اقول لك حاجه، انا بكلمك يعني مش سواء اتنقل لبيراميدز او ما هو بيراميدز نادي مصري واللعيبه اللي موجوده لعيبه مصريه. احنا محتاجين رمضان صبحي. رمضان صبحي من احسن اللعيبه اللي موجوده او من افضل اللي موجوده في 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 مصر، ان احنا يجب الحفاظ عليه الفتره اللي جايه، لانه لعيب المنتخب مصر محتاج لعيب عنده شخصيه قويه. احنا شفناها في بطوله المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي لما خدها. لا، في لعيب كويس ولعيب عنده شخصيه ولعيب يفيد منتخب مصر الفتره اللي جايه. انا بقول كمحمود ابو الدهب يجب الحفاظ على رمضان صبحي، مش كون انه اتنقل من هنا او من هنا. ده الاحتراف اللي موجود يا جماعه. مش هنقعد نتكلم على الراجل الله يكون في عونه. يعني النهارده الراجل بيتصاب. كابتن محمود، وده دوركم الفترة اللي جاية يا كابتن عباس. شاركني ويشاركني اخويا اسلام صادق. رمضان صبحي بيتعرض لحملة شرسة جدا. انا عايز اقول لك ان انا اهلاوي، مش عايز اقول لك ان انا اخش كلام يمين وشمال، بس اللي حصل من جميل الاهلي ضد رمضان صبحي مالهاش دعوه بالاهلاويه والزملكاويه يا كابتن. لا 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 معلش، انا بقول لك انا ده وجهه نظري. يعني المفروض ان احنا داخلين على مباراه مهمه جدا، مباراه فاصله او مباراتين فاصلتين في تاريخ مصر هتوصل فيها كاس العالم بقطر 22. واجب علينا الدعم لكل اللاعبين الموهوبين في كل الانديه المصريه، كل ده تحت مظله منتخب مصر. عايز اقول ان رمضان صبحي من اللعيبه المميزين جدا، اللي مميزه في جيله وفي مسيره اللاعبين المصريين في الفتره الاخيره. مش عيب انه انتقل مع لغه الاحتراف من النادي الاهلي لنادي بيراميدز، لكن يبقى واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي هي امام مصر في السنين الجايه. المهم ان احنا نساند شكل والاداء والافرازات بتاع المنتخب بتاع الدوري المصري تبقى موجوده لمنتخبنا. هو ده في المقام الاول والاخير، سواء المنتخبات من الدرجات الادنى، شباب، ناشئين، اولمبي، منتخب اول، هو ده لازم يبقى فيه دعم. مش عايز يبقى فيه يعني الكلمه مكيالين، ده عشان بيلعب لهنا يبقى بنشجعه، لا بيلعب لحته ثانيه مش مبقاش معاه. انا مع ضد ده تماما، وده اعتقد ان ده من خلال منبر مهم جدا زي البريمو لازم يبقى فيه توجيه او طرح، ان الناس دايما اللي بتتكلم. واحنا خلي بالك بقينا 150 مليون محلل رياضي، 150 مليون على السوشيال ميديا، واكتر من كده كمان، كل واحد بيقول رايه ومش عارف الامور بتمشي ازاي. ممكن بعض الامور الفنيه اللي اتكلم فيها الفنانين، صراحه حضرتك لما تيجي تتكلم في الحاجه الفنيه
انا لازم اسكت واي حد لازم يسكت، وزيك وزي كل الزملاء وزي كل اللاعبين وزي كل الكباتن الكبار اللي بيتكلموا في الاستوديوهات التحليليه او في البرامج برؤيه فنيه لازم نضرب لهم تعظيم سلام. ممكن احنا من ناحيه المهنيه او الاعلاميه نطرح بعض الاسئله، احنا في منبر او في مكان طرح الاسئله وتبني وجهه الراي الاخر ونبقى نقلل المعلومه. احنا ما بنقولش كلام دايما كده كل واحد يطلع عايز يركب الترند او عايز يقول كلام او عايز اللي مش عاجبه يبقى مش مع اللي مش معايا يبقى ضد، لا انا مع مش مع ده تماما. يعني عباس قول لي اسم البرنامج هيكون ايه ولا لسه ما استقرتش؟ مفيش، لا لا خالص. هو البرنامج ده طبعا اللي انا طلعت فيه ده بيقدمه النجم الكبير العالمي احمد حسام بيدو والكابتن محمد بركات، وان شاء الله في قعده الفتره الجايه ربنا يسهل يا رب. انت عارف كلام انا بتحط في اي مكان ببقى تحت امر القناه، انت عارف احنا تعاملنا مع بعض عمري ما قلت لك لا وعمري ما رجعتك طالما في صالح العمل. اتمنى لي بس كده ان شاء الله، ونتمنى لكل الزملاء شخصيه يعني محترمه طبعا جدا وراجل مهني وليك وليك شغلك المميز جدا جدا. انا عايز اسلم من خلالك اشكر اخويا وحبيبي هاب جلال. هاب جلال من الشخصيات صانع الاول لمحتوى الرياضي في الاخر 20 سنه اللي فاتوا. راجل محترم، راجل جدع، بيقف فعلا جنب المميز، بيبقى بيديله الدعم، بيعرف يعمل بالفسيخ شربات زي ما بيقولوا. انا بتمنى له التوفيق، وليك يا اسلام وللكابتن محمد فاروق والكابتن ابو الذهب والكابتن رضا عبد العال وكل ضيوفك الكرام اللي بيطلعوا من خلال البريمو اللي وجع دماغنا وعامل مشاكل كبيره بس بيتابعك. حبيبي محمد عباس طبعا الاعلامي المتميز. انت قاعد جنب ايهاب جلال ولا لا؟ لا والله يا جماعه طيب مش عندي والله، انا في البيت في البيت والله في البيت في البيت بهزر معاك. انا قاعد جنب دودو، انا قاعد جنب دودو. سلم على دودو كتير جدا ولازم انا عارف ان هو ليه دودو ده ابنه. شفت محمد فاروق ما يجيش جنب دودو حاجه. بتكلم على المانع عباس بالتوفيق عباس. طبعا اشمعنى هنا ابو طه؟ يا لا يا شيخه يا شيخه سلم على حاجه. اتفضل يا سلام. اخر بس حاجه مش عايز اقطع عليك بس وجود نجم ابو طه لو كمل في الدور النمساوي فعلا وكان عنده يعني الصبر والجلد كان هيبقى في حته ثانيه، بس هو برضه نجم كبير وياما متعنا وياما بنستمتع بيه ونستمتع كمان حالا بارائه الجريئه معاك في البريم. ان شاء الله في انتظار عودتك القويه باذن الله. أنا محمد انا فكرتك هتقول لي بس هستضيفك معايا مره ولا حاجه. انا ده انت تيجي يا سلام، ده انت تيجي تنور، ده انت خدت الحلقه كلها لوحدك يا عباس. بسم الله ما شاء الله. يا سلام لا في انتظارك في اي وقت والله حبيبي يا سلام. تعالى في اي وقت يا عباس. ربنا يخليك يا حبيبي. بشكرك.